السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حسام من قناة حسام ميرا للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين 7 جبر لطلاب الصف الأول الإعدادي، وهي بعنوان الحدود الجبرية المتشابهة. شرحنا الدرس اللي فات ايه هو الحد وايه هو المقدار، وحلينا التمارين بتاعته. لخصت لك الدرس كده في اول الفيديو، وحلينا التمارين بتاعته في الكامل، وقلنا الوحدة كلها بتعتمد على الحدود والمقادير الجبرية. خلاص، الناس اللي بتسألني كتير الفيديوهات دي لقاها فين، هتخش على قوائم التشغيل، هتنزل تحت شوية تلاقي الصف الثاني الاول الاعدادي، هتدخل على الجبر او الهندسة هتلاقي حل التمارين بالترتيب معاك بإذن الله. طيب، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس واكبر عدد من اصحابك يستفيدوا بإذن الله. تمام، تعال نسمي بسم الله ونخش في درس النهاردة. درس النهاردة هو درس سهل، احنا اتكلمنا الفرق بين الحد والمقدار. جه الوقتي على الحد اللي هو المتشابه، الحد الجبري المتشابه. يعني ايه حد جبري متشابه؟ عشان اقول ان الحدين متشابهين او الحدود دي متشابهة، عندي شرطين اساسيين لازم يتحققوا. اول شرط يا باشمهندس ان لازم تبقى الرموز هي الرموز. يعني ايه؟ لو انا عندي مثلا الحد الاول اسمه 4 س ص، لازم الحد المتشابه بتاعه يبقى برضه فيه س وص. طب يا باشمهندس انا عملت هنا مثلا -5، ما يفرقش معايا المعامل، اهم حاجة ان الرموز هي الرموز. طيب، ده اول شرط يا باشمهندس. تاني شرط ان تبقى الاسس بتاعه الرموز هي هي، يعني هنا السين عليها 1، هنا الصاد عليها 1، برضو لازم يبقى السين هنا عليها 1 والصاد هنا عليها 1. طب يا باشمهندس لو حطيت هنا 2 يبقى لازم احط هنا 2 عشان يبقوا متشابهين. طب لو حطيت هنا 3 لازم احط هنا 3 عشان يبقوا متشابهين. خلاص، فانت كده فهمتني. طب لو جيت قلت لك مثلا 3 سين اس 3 صاد، هل هي هي متشابهة مع الحد اللي اسمه -2 ص س 3؟ هتقول يا باشمهندس انت علمتني، هتأكد ان الرموز هنا هي هي، دي س في هنا س، هنا ص في هنا ص، الس عليها 3 الس عليها 3، الص عليها 1 الص عليها 1، يبقى الاثنين دول مالهم؟ متشابهين. واحد هيقول لي يا باشمهندس طب هنا الس الاول والص الاول، ما احنا قلنا الضرب ابدالي، فانت ما يفرقش معاك التبديل. طيب لو واحد كده شاف ده 7 س أس 2 ص أس 4 ع، والحد ده اسمه 2 س ص أس 3 ع أس 2، هتقول لي يا باشمهندس هتأكد من الرموز هنا س هنا س، هنا ص هنا ص، هنا ع هنا ع، يبقى كده يا باشمهندس أول شرط اتحقق، الس عليها 2 الس عليها 2، الص هنا عليها 4 والص هنا عليها 3. لا يا باشمهندس كده مش متشابهين، لأن قلت لي الأسس لازم تبقى نفس الأسس. أقول لك كده صح، وطالما مش متشابهين يا باشمهندس اعرف ان احنا ما ينفعش نجمعهم، ما ينفعش نجمعهم ولا نطرحهم، انما في الضرب والقسم هينفع، انما الجمع والطرح مش هينفع. فاحنا النهارده هنحل على الجمع والطرح، فقلنا لازم تبقى الحدود الجبريه بتاعتي ايه يا باشمهندس؟ لازم تكون متشابهه. فهو ده الدرس بتاعنا باختصار شديد جدا جدا. لازم اتاكد ان الحدود متشابهه، لو متشابهه هعرف اعمل عمليه الجمع او الطرح. تمام، تعالى كده بقى نشوف يا باشمهندس الأسئلة بتاعتنا. أول سؤال بيقول لي أوجد ناتج كل مما يأتي، 3 س زائد 2 س. قلنا أول حاجة ده حد وده حد، لازم أتأكد يا باشمهندس إن يا باشمهندس الحدود دي متشابهة. يلا بينا نتأكد، دي س ودي س، الس هنا عليها 1 والس هنا عليها 1، يبقى يا باشمهندس الحدين دول متشابهين. أنا قلت ماليش دعوة بإيه؟ بالمعاملات. بص بقى مع طريقة الجمع والطرح عشان دي اللي هنمشي عليها على طول. بشوف المعامل اللي هنا ايه؟ 3، المعامل اللي هنا يا باشمهندس 2، بجمعهم يبقى 3 زائد 2 يساوي 5. بعد كده الرمز اللي هنا س والرمز اللي هنا س، بنقل الرمز زي ما هو مرة واحدة بس، يبقى الناتج بتاعي هو 5 س. خلاص؟ فالموضوع سهل وبسيط، بنجمع المعاملات وننقل الرموز زي ما هي. طب تعالى نشوف رقم 2، بيقول لي 5 س ناقص 2 س. يلا بينا يا باشمهندس، هنا س هنا س، لازم نتأكد عشان نعرف، هنا الس عليها 1 وهنا الس عليها 1، يا باشمهندس الحدود دي متشابهة. هشوف المعاملات، هنا 5 وهنا 2 ما بينهم طرح، يبقى 5 ناقص 2 بيساوي يا باشمهندس بيساوي 3. الس هي هي اللي هنا، طالما اتأكدنا يبقى هنقل الس مرة واحدة، يبقى الناتج بتاعي 3 س. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي 4 س
ناقص 11 س، هقول له بيساوي. برضو هنتأكد هنا س هنا س، ده على واحد ده على واحد، متشابهين. يبقى انا بتعامل مع يا باشمهندس مع المعاملات دي 4 ودي سالب 11. تمام يا باشمهندس. الشرط الكبير سالب 11 ناقص 4 يبقى 7، وانقل السين زي ما هي يبقى الناتج بتاعي سالب 7 س. خلاص الموضوع سهل. تعال نشوف اللي بعدها كده، حلينا دي. تمام، سالب 7 س ناقص 3 س. يلا بينا يا باشمهندس، السين هي السين، كأن عليها واحد ودي واحد، يبقى متشابهين. يبقى انا هتعامل مع المعاملات دي سالب 7 ودي سالب 3. قلنا الاشارتين شبه بعض، بنقل الاشاره واجمع الارقام، يبقى 3 و7 يبقى 10، واحط السين مره واحده يبقى سالب 10 س. خلاص. اللي بعدها بيقول لي سالب 5 ا تربيع زائد 3 ا تربيع. يلا يا باشمهندس، الرمز هو الرمز، ده ا وده ا، ده أس 2 وده أس 2، يبقى الحدود دي متشابهة، يبقى هتعامل مع المعاملات دي سالب 5 ودي موجب 3. الشرط الكبير سالب بنقلها، أطرح الأرقام 5 ناقص 3 يبقى 2، بنقل الرمز مرة واحدة اللي هو الألف تربيع، يبقى الناتج بتاعي سالب 2 ألف تربيع. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي سالب 2 س تربيع ص زائد 3 ص س تربيع. يلا بينا يا باشمهندس، هنتأكد ان هما متشابهين. هنا س هنا س، هنا ص هنا ص. السين عليها 2 لازم السين اللي هنا عليها 2، هنا الصاد عليها 1 لازم الصاد اللي عليها هنا 1. طالما كده يبقوا متشابهين. احدد المعاملات بتاعتي يا باشمهندس اهو. الشرط الكبير موجب هنكتبها، وقلنا الموجب ما بنكتبوش. هطرح الارقام 3 ناقص 2 1، برضو الواحد مش بنكتبه. بعد كده يا باشمهندس هنقل الرموز، هنا س تربيع فهنقل الس تربيع مره واحده، هنا الصاد هنقلها مره واحده، يبقى الناتج بتاعي يا باشمهندس هو س تربيع صاد. خلاص. يا رب تكون فهمت الطريقه اللي انا شغال عليها، هي موضوع سهل وبسيط جدا جدا. لو انت مشيت بالطريقه دي باذن الله هتحل اي مساله. تعال نشوف اللي بعدها. السؤال رقم 7 بيقول لي 2 ألف زائد 3 ألف ناقص 4 ألف. يا باشمهندس ده ثلاث حدود، والله لو 100 حد ما يفرقش معاك. اتأكد، هنا ألف هنا ألف هنا ألف، لازم التلاتة ألف قصهم واحد. ده بقى قص واحد، ده قص واحد، أقصد قصهم واحد يعني متشابه، مش لازم عليهم واحد. يعني لو الألف دي عليها تلاتة عادي، المهم إن التلاتة يبقى عليهم تلاتة. أحدد المعاملات، يبقى هنا 2 هنا 3 هنا سالب 4. انت عايز تجمع كل 2، عايز تجمعهم التلاتة، عايز تعملهم على الآلة براحتك. تمام، 2 زائد 3 هتديني 5، 5 ناقص 4 يبقى 1، والواحد ما بكتبوش، وهنقل الرمز ده مرة واحدة، يبقى الناتج بتاعي يا باشمهندس 1 أ اللي هو أ. خلاص. اللي بعدها بيقول لي 3 أ ب ناقص 2 ب أ زائد 5 ب أ ناقص 6 أ ب، أربع حدود، والله ما يفرق معايا يا باشمهندس. يلا هنتأكد إن الألف موجود فيهم كلهم أهو موجود، هنتأكد إن الباء موجودة فيهم كلهم أهي، هنتأكد إن أسس الألف شبه بعض، هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد، هنتأكد إن أسس الباء برضو كلها شبه بعض، هنا كلها واحد، يبقى هتعامل مع معاملات دي تلاتة دي سالب 2 دي موجب 5 دي سالب 6. صح. تعالى كده نجمع الموجب مع الموجب، 3 و5 هيبقى 8، هنجمع السالب مع السالب، سالب وسالب هعمل سالب، و2 و6 طالما اشارات شبه بعض بجمع الارقام، يبقى 8 ناقص 8. خلاص يا باشمهندس، انقل الرمز مره واحده اللي هو الالف، انقل الرمز مره ثانيه اللي هو الباء، 8 ناقص 8 0، 0 في اي عدد يساوي يا باشمهندس يساوي 0. خلاص، يبقى دي يا باشمهندس طلعت معايا الاعداد دي. طيب، واحد ثاني يقول لي لا يا باشمهندس انا هعملها بطريقه ثانيه، انا هقول 3 و5 يبقى 8، هنقل الألف مرة والباء مرة، وبعد كده سالب 8 بنقل الألف مرة والباء مرة، 8 وسالب 8 عدده معكوس، وهتقول لي بيساوي صفر، هقول لك صح. أنا هنا جمعت الأرقام وبعدين حطيت الألف باء، فالطريقتين صح يا باشمهندس، ما تخافش إن شاء الله. تعال نشوف اللي بعدها. السؤال رقم 9 بيقول لي 5 س على الأربعة زائد 3 س على الأربعة. انت خفت ليه؟ مش يا باشمهندس ده س وده س، اتاكدنا دي واحد ودي واحد، خلاص اعرف اجمع حتى لو في مقام عادي، كده كده المقام متوحد باربعه، فهنقل المقام اللي هو باربعه، هجمع بقى الارقام. يلا المعاملات بتاعتي اهي 5 و3، 5 و3 هتديني 8، الس هنقلها مره واحده، طب ما على الاربعه فيها الواحد، على الاربعه فيها الاثنين، يبقى الناتج بتاعي بيساوي 2 س. خلاص يا باشمهندس. اللي بعدها بيقول لي 3 س
على 7 ناقص س على 7. برضه يا باشمهندس المقام متوحد 7، هنا س وهنا س، دي أسها 1 ودي أسها 1، هينفع أطرح. خلي بالك من المعاملات، هنا 3 وهنا سالب 1، أو هتقول 3 ناقص 1 براحتك. يبقى 3 ناقص 1 بيساوي كام؟ 2. وبنقل الرمز مرة واحدة يبقى هي كده. إحنا بقى بنحب نعملها طريقة ظريفة، لو أنت سبتها كده على فكرة صح، بنطلع الأرقام لوحدها. يعني إيه؟ هنطلع ده كده لوحده بره، يبقى 2 على 7 وبحط الرمز بعيد عنه، هو نفس الناتج بس بكتبها بالطريقة دي، بتبقى أشيك بكتير. خلاص يا باشمهندس، بكده خلصنا السؤال رقم 1 بالكامل، أتمنى إن يكون وصل لك بطريقة سهلة. تعال نشوف اللي بعده. السؤال رقم 2 بيقول لي أجب عما يأتي، اطرح سطر بيع من. قلنا لما يقول لي اطرح من يبقى التاني ناقص الأول، التاني ناقص الأول. طيب التاني هنا هو مين يا باشمهندس؟ سالب 3 سطر بيع ناقص الأول اللي هو الصاد تربيع. بنفس الطريقة يا باشمهندس، هنا صاد وهنا صاد، دي تربيع، لازم تبقى دي تربيع، قلنا لازم الأسس شبه بعض، كده ينفع أطرح. خلي بالك دي سالب 3 وهنا ده في 1 بس ما بكتبوش، يبقى دي سالب 1. الإشارتين شبه بعض، بنقل الإشارة وأجمع الأرقام، 3 و1 يبقى 4، وأدي يا باشمهندس بنقل الصاد تربيع مرة واحدة بس، يبقى الناتج بتاعي سالب 4 صاد تربيع. اللي بعدها بيقول لي اطرح سالب 6 برضو اطرح من، يبقى التاني ناقص الاول. طب التاني اللي هو 9 س تربيع ص ناقص الاول، بص ناقص وبعدين بكتب الاول، سالب 6 س تربيع ص. وركز معايا بقى عشان دي مهمه، احنا قلنا سالب لما يجي وراه سالب يتحول لموجب، يبقى المساله كانها موجب. حلو قوي يا باشمهندس، هتاكد بقى من الرموز، هنا س هنا س، هنا ص هنا ص، السين عليها 2 السين عليها 2، الصاد عليها 1 الصاد عليها 1، هينفع اجمع. المعاملات هنا هتبقى 9 وهنا 6، وخلي بالك ان السالب مع سالب اتحول لجمع، يبقى 9 و6 هيديني 15، هنقل السين تربيع مره واحده وانقل الصاد مره واحده، يبقى الناتج بتاعي 15 س تربيع ص. تمام يا باشمهندس؟ تمام. بيقول لي بعد كده ما زياده سالب 2 س عن سالب 5 س؟ قلنا ما زياده يبقى الاول ناقص الثاني. تمام، يبقى سالب 2 س ناقص الثاني، خلي بالك من الاشارات اهو، يلا بينا. يلا قلنا برضو سالب لما يجي وراه سالب بيتحول لايه؟ لموجب. حلو، هنا س وهنا س، نفس الس هنا عليها 1 وهنا الس عليها 1 الاسس، يبقى هقدر اجمع دي سالب 2 ودي موجب 5، الشرط الكبير موجب، واطرح الارقام، 5 ناقص 2 بيساوي 3، وهنقل الس مره واحده، يبقى الناتج بتاعي يا باشمهندس بيساوي ايه؟ بيساوي 3 س، ويبقى انت كده حليت مسالتك. رقم 4 بيقول لي ما زياده برضو يبقى الاول ناقص الثاني، يبقى 3 ا تربيع ب ناقص ا تربيع ب هيساوي، خلي بالك دي ا تربيع ودي ألف تربيع، دي باء ودي باء، نفس الأسس ونفس الرموز، يبقى هينفع أجمع أو أطرح. دي 3 وخلي بالك دي ناقص 1، يبقى 3 ناقص 1 بيساوي 2، ونقل الرموز زي ما هي، يبقى الألف تربيع باء، يبقى الناتج بتاعي 2 ألف تربيع باء، ويبقى حلتها بكل سهولة. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي ما ناقص سالب 3 ألف عن 2 باء؟ قلنا اطرح أو ما ناقص الاثنين التاني ناقص الاول، التاني ناقص الاول، يبقى دي يا باشمهندس 2 ا ب ناقص الاول اللي هو سالب 3 ا ب، ما تنساش، بيساوي. قلنا برضه يا باشمهندس بنفس الطريقه، لما يجي سالب وراه سالب بتحول لموجب، يبقى دي ا ودي ا ودي اسها 1 ودي اسها 1، دي باء ودي باء والاثنين اسهم 1، يبقى هينفع اجمع 2 زائد 3 يبقى 5، وانقل الرمز مرة واحدة اللي هو الألف، وانقل الباء مرة واحدة اللي هي الباء، يبقى الناتج بتاعي 5 ألف باء. ما ناقص، ما ناقص برضو قلنا التاني ناقص الأول، التاني اللي هو سالب 7 س تربيع ص ناقص الأول اللي هو 6 س تربيع ص. يلا بينا يا باشمهندس، هنا س تربيع هنا س تربيع، هنا ص هنا ص، يبقى هينفع أطرح. المعاملات هنا سالب 7 وسالب 6، الإشارتين سالب، بنقل السالب واجمع الارقام، 6 و7 يبقى 13، وانقل الرموز مره واحده، يبقى س تربيع مره والصاد مره، يبقى الناتج سالب 13 س تربيع صاد. خلاص يا باشمهندس، بكده يبقى حلينا السؤال ده بالكامل، سؤال سهل وبسيط وعايزك تركز فيه لانه مهم جدا جدا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس سؤال اكمل، وهنحله بنفس طريقه السؤال اللي فات. يلا بينا. باقي طرح 3 ا من 7 ا،
طالما باقي طرح يبقى التاني اللي هو 7 ألف ناقص الأول اللي هو 3 ألف بيساوي، هنتأكد يا باشمهندس هنا ألف وده أس واحد وهنا ألف وأس واحد، يبقى كده هيتعامل مع المعاملات دي 7 ودي ناقص 3، يبقى 7 ناقص 3 هيبقى 4، وهنقل الألف مرة واحدة يبقى الناتج بتاعي يا باشمهندس بيساوي إيه؟ بيساوي 4 ألف. تمام، باقي طرح أول ما بشوف باقي طرح بحط التاني اللي هو 5 سنت البيع ناقص، بص عملتها كتير أهو، الأول تحط السالب وتحط الأول زي ما هو، سالب مع سالب قلنا بتحول موجب قلناها كتير بقى خلاص، دي سنت تربيع ودي سنت تربيع يبقى هينفع أجمع يا باشمهندس، خلي بالك دي 5 زائد 3 لأن سالب مع سالب بقى موجب، يبقى 5 زائد 3 8 وانقل الرمز مرة واحدة يبقى سنت تربيع، يبقى الناتج بتاعي 8 سنت تربيع. باقي طرح 2 ميم من الصفر برضو باقي طرح، يبقى الأول اللي هو الصفر ناقص سوري الثاني اللي هو الصفر ناقص الاول اللي هو 2 ميم، صفر ناقص على اي عدد بيديني نفس العدد، العدد ده اللي هو سالب 2 ميم، يبقى الناتج بتاعي سالب 2 ميم. رقم 4 بيقول لي باقي طرح برضو، يبقى الثاني اللي هو سالب 3 سين ناقص الاول اللي هو 2 سين، خلي بالك يا باشمهندس دي سين ودي سين صح كده، حلو، ودي واحد ودي واحد، يبقى ينفع اعمل العمليه دي سالب 3 وسالب 2، قلنا الإشارات شبه بعض، بنقل الإشارة 3 و2 5 بجمع الأرقام، بنقل الرمز مرة واحدة، يبقى الناتج بتاعي سالب 5 س. بيقول لي 5 ألف تزيد عن، طالما تزيد يبقى الأول اللي هو 5 ألف ناقص الثاني اللي هو 3 ألف، هنا الألف أسها 1 وهنا الألف أسها 1، يبقى هطرح عادي، هنا 5 ناقص 3 هتديني 2 وهنقل الألف مرة واحدة، يبقى الناتج بتاعي يا باشمهندس بيديني 2 ألف. 7 س تزيد عن، قلنا تزيد يبقى الأول ناقص التاني، وشفت أنا بكتب إزاي؟ عشان واحد ما يقومش كاتب ناقص 3 س على طول، قلنا لأ بنحط الناقص وحط التاني في قوس، تمام يا باشمهندس. الإشارتين السالب ورا بعض بتحولوا الموجب، دي س ودي س، دي أسها 1 ودي أسها 1، يبقى هنجمع الأرقام 7 و3 هيبقى 10، وهنقل الس مرة واحدة، يبقى الناتج بتاعي يا باشمهندس هو 10 س. 7 س تنقص عن 4 س تنقص عن 7 س، قلنا تنقص أو باقي طرح، يبقى التاني اللي هو 7 س ناقص الأول اللي هو 4 س، تمام يا باشمهندس، هنا س وهنا س، يبقى أنا هتعامل مع المعاملات وطبعا الاتنين أسهم واحد، 7 ناقص 4 هتديني كام؟ هتديني 3، وهنقل السين مرة واحدة، يبقى الناتج بتاعي يا باشمهندس هو 3 س. 7 س تقل عن 3 س، برضو يا باشمهندس تقل وتنقص وباقي طرح، كل ده بنتعامل إن التاني اللي هو 3 س ناقص الأول اللي هو 5 س بيساوي، هنا س وهنا س ودي أسها ودي أس واحد، هتعامل مع المعاملات هنا 3 وهنا سالب 5، الشرط الكبير سالب بنقلها، 5 ناقص 3 بطرح الأرقام يبقى 2، وانقل الرمز مرة واحدة يبقى سالب 2 س، يبقى الإجابة بتاعتي سالب 2 س. بيقول لي 2 س تنقص عن 4 س، برضو تنقص، يبقى التاني اللي هو 4 س ناقص الأول 2 س، وأقول له بيساوي، هنا س وهنا س، الإشارتين الرموز شبه بعض والأسس شبه بعض، يبقى أتعامل مع الأرقام 4 ناقص 2 يا باشمهندس هتدي لي 2، وانقل السين مرة واحدة، يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس هي إيه؟ هي 2 س. بيقول لي بينما 2 س تزيد عن 4 س، خلي بالك 2 س تزيد يبقى الأول اللي هو 2 س ناقص الثاني اللي هو 4 س، وأقول له بيساوي، هنا برضه يا باشمهندس دي س ودي س، دي أس واحد ودي أس واحد، دي سالب 4 ودي 2، الشرط الكبير معايا سالب، و4 ناقص 2 يبقى 2، وانقل السين مرة واحدة يبقى سالب 2 س، يبقى الإجابة بتاعتي سالب 2 س. خلاص يا باشمهندس؟ بكده يبقى خلصنا السؤال رقم 3، تعال نخش على السؤال اللي بعده، السؤال رقم 4. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 4، سؤال اختر، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة، أي مما يأتي حدان جبريان متشابهان، قلنا عشان متشابهان نفس الرمز موجود في الحدود كلها ونفس الأس بتاع الرمز، يلا بينا يلا بينا يا باشمهندس، دي س ودي س، بس الس دي تربيع والس دي عليها واحد، يبقى دول يا باشمهندس مش متشابهين، هنا س وهنا س، دي أس 2 ودي أس 7، برضه يا باشمهندس مش متشابهين، تمام،
هنا باء، هنا باء، هنا ألف، هنا ألف، الباء هنا عليها أس 2، الباء عليها هنا أس 2، الألف عليها واحد، الألف عليها واحد، يبقى هي الإجابة جيم يا باشمهندس، إن دول متشابهين. طب ما تيجي كده نشوف الأخيرة، ده دي ألف ودي باء، ده الرموز أصلا مختلفة، يبقى مش متشابهين يا باشمهندس. بيقول لي أي حد من الحدود الجبرية الآتية يشابه الحد الجبري 2 س تربيع ص. سيبك من المعامل، دور على واحدة فيها س تربيع، أهو يا باشمهندس دي س تربيع، تمام. دور على واحدة فيها ص أس 1، أهي ص أس 1 يا باشمهندس، يبقى هي الإجابة إيه يا باشمهندس؟ باء. طب دي ما تنفعش ليه؟ تعالى نشوف، دي س تربيع تمام، وهنا الص أس 1، هنا الص أس 2، يبقى برضه مش شبهها يا باشمهندس. طب ما دي س تربيع بس ما فيش ص أصلا، يبقى برضه مش شبهها، تمام. بيقول لي 7 س تربيع ناقص 2 س تربيع، قلنا هنتأكد دي س ودي س، دي تربيع ودي تربيع، يبقى هنطرح يا باشمهندس، يبقى هنتعامل مع المعاملات، أدي 7 وادي سالب 2، يبقى 7 ناقص 2 5، وهنقل الرمز مره واحده اللي هو س تربيع، يبقى الناتج 5 س تربيع، اللي هو الاجابه يا باشمهندس الاجابه باء. 2 س ص ناقص 2 ص س، هنا س وهنا س، دي اسها 1 ودي اسها 1، دي ص ودي ص، دي اسها 1 ودي اسها 1، يبقى هطرح المعاملات 2 ناقص 2 يبقى 0، 0 في اي عدد بيساوي 0 يبقى الاجابه د، او كنت ممكن اقول ان عدده معكوسه الجمعي، لان دي 2 ودي سالب 2، يبقى عدده معكوسه الجمعي دايما بيساوي يا باشمهندس بيساوي 0. بيقول لي نص س تربيع ا زائد نص ا س تربيع، تعالى نتاكد، دي س تربيع ودي س تربيع، دي الالف ودي الالف، تمام. يبقى هجمع المعاملات يا باشمهندس، ادي نص وادي نص، كلنا عارفين ان نص ونص يبقى واحد، يبقى هكتب الواحد وبعد كده هنقل الرمز مره واحده، يبقى س تربيع ألف، وكده كده الواحد ما يهمناش، يبقى س تربيع ألف، يبقى الإجابة بتاعتي س تربيع ألف اللي هي إيه؟ د. خلاص يا باشمهندس الموضوع سهل. بيقول لي ألف زائد ألف زائد ألف، خلي بالك كلهم أسهم واحد وشبه بعض، قلنا بننقل الرمز مرة واحدة ونجمع المعاملات، ما دي كأنه قدامها واحد ودي واحد ودي واحد، يبقى واحد وواحد اتنين وكمان واحد يبقى تلاتة، يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس تلاتة ألف اللي هي الإجابة يا باشمهندس الإجابة. سؤال سهل وبسيط جدا جدا، تعال نخش على السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 يا باشمهندس وركز معايا فيه، بيقول لي كام زائد 2 ألف تربيع بيساوي 7 ألف تربيع. تعال كده يا باشمهندس نعملها بطريقه سهله وبسيطه، انت هتعمل لي بدماغك، هتقول لي كام زائد 2 هيديني 7، فهتقول لي والله 5، وتعودنا ان احنا الرمز بيتكتب مره واحده، يبقى 5 ألف تربيع، واقول لك انت كده شاطر وكده جبت الاجابه. طب في طريقة تانية؟ أيوه يا باشمهندس، إزاي؟ مش أنا لو قلت لك كام زائد 2 بيساوي 5؟ هتقول لي يا باشمهندس 3، أقول لك عملت إيه؟ تقول لي 5 ناقص 2، طب ما تيجي كده نقول الناتج اللي هو 7 أ تربيع ناقص اللي أنا عارفه ده اللي هو 2 أ تربيع، دي أ تربيع وده أ تربيع، يبقى 7 ناقص 2 يبقى 5، وهنقل الرمز مرة واحدة، يبقى 5 أ تربيع، يبقى هي أكيد 5 أ تربيع. انا بقول لك بكل الطرق اللي ممكن تفكر بيها. 3 س تربيع ناقص كام بيساوي س تربيع؟ هتقول لي يا باشمهندس انا عارف ان الرمز بيتكتب مره واحده، هقول لك تمام شاطر. هتقول لي 3 ناقص كام يديني 1؟ ما دي كانه قدامها 1، يبقى اكيد 2 يا باشمهندس، يبقى الاجابه 2 س تربيع، هقول لك تمام. لو جيت قلت لك 5 ناقص كام بيساوي 3؟ دي ناقص. هتقول لي والله يا باشمهندس 5 ناقص 2، عملت ايه؟ ما هي 5 ناقص 3 اديت لي 2، يعني انا ممكن اقول دي 3 س تربيع ناقص الناتج اللي هو س تربيع. حلو قوي، الرمز بيتنقل مره واحده، و3 ناقص 1 يبقى 2، يبقى الاجابه بتاعتي 2 س تربيع. دايما وانت في الامتحان لازم تشغل دماغك بالطريقه دي. بيقول لي 2 م تربيع زائد كام؟ قلت لك اول ما تلاقي الناتج صفر تعرف ان هو معكوسه. طب معكوسه ايه؟ الاتنين هتبقى سالب 2، والميم تربيع قلنا الرمز بيتكتب مره واحده، يبقى سالب 2 ميم تربيع، يبقى هي الاجابه بتاعتي سالب 2 ميم تربيع، وكده عارفين ان موجب مع السالب كده كده هيدينا سالب. 5 ألف تربيع باء ناقص كام بيساوي 7 ألف تربيع باء؟ شفت دي شبه اللي فوقيها، انت هتقول لي 5 ناقص كام تديني 7؟ لو واحد شاطر هيقول لي سالب 2، لان السالب مع السالب هيديني موجب. طب انت مش عارفها، مش احنا عملنا ايه اللي فوقيها؟ قلنا العدد ده ناقص الناتج. طب ما نقول العدد ده ناقص الناتج كده، يبقى 5 ألف تربيع باء ناقص الناتج اللي هو 7 ألف تربيع باء،
هنا ألف تربيع، هنا ألف تربيع، هنا باء، هنا باء، يبقى 5 ناقص 7 إشارة الكبير سالب، 7 ناقص 5 بطرح الأرقام 2 ألف تربيع باء، يبقى الإجابة بتاعتي هنا يا باشمهندس سالب 2 ألف تربيع باء. تيجي نتأكد، سالب مع سالب هتتحول لموجب، 5 و2 يبقى 7، وادي الألف تربيع وادي الباء. خلاص لازم تشغل دماغك، بقولها كتير أهو. بيقول لي 3 ألف تربيع باء زائد 2 ألف تربيع باء بيساوي كام؟ ناقص 2 ألف تربيع باء. طب ما تيجي يا باشمهندس كده نجيب المجموع بتاع ده، 3 و2 هتديني 5، الألف تربيع هنقله مرة واحدة والباء هنقلها مرة واحدة، يبقى الناتج بتاع دول هو 5 ألف تربيع باء بيساوي، بيقول لي كام؟ ناقص 2 ألف تربيع باء. كام ناقص 2 يديني 5؟ هتقول لي يا باشمهندس 7، وهننقل الرمز مرة واحدة يبقى 7 ألف تربيع باء، يبقى الإجابة بتاعتي 7 ألف تربيع باء. خلاص، أو تعملها بالطريقة زي ما أنا عملت فوق. بيقول لي 4 س ناقص 3 ص بيساوي 11، والص بتساوي 3 س، فإن الس بتساوي كام؟ عندنا بقى طريقة جميلة أوي. مش أنت بتقول لي الص بتساوي 3 س؟ فأنا هشيل الص دي وأحط مكانها 3 س، ما أنت اللي بتقول لي. يبقى 4 س ناقص، هشيل الصاد واحط 3 س بيساوي كام؟ بيساوي 11، ما انت اللي قايل لي بيساوي بعض، دي س ودي س، يبقى 4 ناقص 3 1، مش بنكتبه، هننقل الرمز مره واحده، يبقى الس بتساوي كام؟ يبقى الس بتساوي 11، جبت له الس اللي هو عايزها بطريقه سهله جدا، يبقى الس بتساوي 11. بيقول لي اذا كان ا بيساوي 2 ب وب بتساوي 15، اوجد القيمه العدديه للمقدار ا و2 ب زائد 5. طب انا هشيل الالف واحط مكانها ايه؟ 2 باء يا باشمهندس. تمام، هشيل الالف واحط 2 باء زائد 2 باء، مش هشيلها اكيد، زائد 5، هشوف ده بيساوي كام. انا شلت الالف وحطيت 2 باء، ما انا معايا الباء. طب ما تيجي نجمع دول بعد اذنك الاول ونرتاح، 2 و2 يبقى 4، وبنقل الرمز مره واحده يبقى باء زائد 5 بيساوي كام؟ طب ما انا معايا الباء بكام؟ ب 15، يبقى 4 في 15، أشيل الباء وأحط مكانها، زائد 5، 4 في 15 يبقى 60، 60 زائد 5 يبقى بتساوي 65، يبقى القيمة العددية للمقدار ده كام؟ 65 يا باشمهندس. خلاص؟ لازم نتعامل مع المسائل دي بذكاء وفطنة عشان ما نغلطش فيها بإذن الله. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 8 بقى وركز معايا فيه، بيقول لي محيط المستطيل المقابل بيساوي كام؟ إحنا عارفين إن محيط المستطيل، محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض، يعني اجمع الطول مع العرض في 2، بعد ما اجمعهم اضربهم في 2، يبقى هيساوي الطول عندي اللي هو ايه يا باشمهندس؟ 7 س. طب العرض اللي هو 4 س، وبعد كده بيقول لي اضربهم في 2، يلا بينا نجمع، دي س ودي س، يبقى 7 و4 يبقى 11، وانقل الرمز مره واحده يبقى س، بيقول لي في 2، عارف هتعمل ايه؟ هتضرب الاتنين في الحداشر بس، يبقى 22، وتنقل الرمز زي ما هو، الرمز مش بيضايقك في اي حاجة، يبقى محيطه كام؟ 22 س وحدة طول. حلو قوي. بيقول لي محيط الشكل المقابل، ركز معايا، محيط اي شكل يا باشمهندس هو مجموع اطوال اضلاعه اللي بره. طب ما انا عارف ان دي 2 س ودي س ودي 3 س ودي 3 س، فاضل لي بس الضلع اللي فوق الكبير ده. طب ما تيجي يا باشمهندس كده، مش دي س؟ يعني لو انا كده مديتها كده قصادها، يبقى اكيد اللي قصادها دي ايه؟ س برضه. طب ما دي 3 س، اكيد اللي قصادها ايه يا باشمهندس؟ 3 س. يبقى انا يا باشمهندس معايا دلوقتي كل الاضلاع اللي بره، ما تيجي نجمعها كده، معايا س ومعايا 3 س، ده الضلع اللي فوق اللي انا جبته. طب اللي في الجنب ده 3 س، طب اللي تحت ده 3 س. طب يا باشمهندس فاضل اللي في الجنب ده، اللي هو الجنب ده هو مش عارفه. لا انت عارفه ازاي؟ مش دي 2 س؟ لو انا مديت دي كده يا باشمهندس، دي 2 س يبقى اللي قصادها 2 س. طب ما دي كلها 3 س، يبقى فاضل لي كام؟ يبقى فاضل لي س واحده، يبقى الحته اللي في الجنب دي يا باشمهندس س، يبقى انا جبت كمان واحده اللي هي س، وبعدين الس اللي هي النايمه دي يبقى س، فاضل اخر واحده اللي هي ايه؟ 2 س. كل دي سينات يا باشمهندس، ما احنا قلنا هنجمع ارقام بس، يلا 1 و3 4 و3 كمان 7 و3 كمان 10 و1 11 و1 12 وكمان 2 يبقى 14،
وانقل الرمز مرة واحدة يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس 14 سي. خلاص السؤال سهل وبسيط، ما تعقدش نفسك منه. خلاص تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي إذا كان مجموع حدين 12 س تربيع ص وكان أحدهما 4 س تربيع ص فأوجد الحد الآخر. عارف بيقول لك إيه؟ بيقول لي أنا معايا حدين أهم رقمين، لما جمعتهم إديلي 12 س تربيع ص، وبيقول لي إن واحد منهم هو 4 س تربيع ص، يبقى التاني هو إيه؟ بنفس الطريقة هتقول لي 4 زائد كام تديلي 12 يبقى 8. والرمز بيتكتب مرة واحدة يبقى 8 س تربيع ص. يا باشمهندس قولها لي بقى بطريقتك. كنت بقول لك 5 زائد كام بيساوي 7، تقول لي 2. هقول لك عملت ايه، تقول لي 7 ناقص 5. فهنا هنقول الإجابة بتاعتي اللي هي 12 س تربيع ص ناقص اللي أنا عارفه اللي هو 4 س تربيع ص هيطلع لي الناتج 12 ناقص 4 يبقى 8، وبنقل الرموز مرة واحدة يبقى س تربيع ص يبقى هيطلع لي 8 س تربيع ص. فالطريقتين صح، الطريقتين شغالين. انا بقول لك كل الطرق عشان ما تتلخبطش باذن الله. كده خلصنا السؤال ده، تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده سؤال اختصر، سؤال اختصر هنجمع كل الحدود اللي شبه بعض مع بعض وبس على كده. فاحنا اول خطوه لازم نحدد الحدود اللي شبه بعض، دي 3 الف ودي 5 الف شبه بعض يا باشمهندس، يبقى هجمع دول مع بعض الاول. يبقى هنجمع 3 ألف زائد 5 ألف وهنحطهم في قوس، وبعد كده هقول له زائد أنا معايا 2 باء شبه الأربعة باء، هجمعهم مع بعض وأحطها في قوس. يلا بينا يا باشمهندس. يبقى 3 و5 هتديني 8، وأحط الألف مرة واحدة يبقى 8 ألف زائد 2 و4 يبقى 6، والباء هنتحط مرة واحدة يبقى 6 باء. يبقى الإجابة بتاعتي 8 ألف زائد 6 باء. بس كده يا باشمهندس، بس كده. دي 3 س ودي سالب س فهاخدهم مع بعض، يبقى 3 س ودي سالب س هاخدهم مع بعض. طب عندي ايه تاني يا باشمهندس؟ زائد انقل بإشارته سالب 5 ص ناقص، لا دي زائد 2 ص، دول اللي شبه بعض يا باشمهندس. يلا بينا، دي س ودي س يبقى 3 ناقص 1 يبقى هتديني كام؟ 2. وانقل الرمز مرة واحدة يبقى الس، سيبك من الزائد دلوقتي هنحتاجها اهو. سالب مع موجب إشارة الكبير سالب 5 ناقص 2 يبقى 3، وانقل الرمز مرة واحدة. طب ما احنا قلنا موجب مع سالب اللي هي السالب، يبقى الناتج الأخير هو 2 ص ناقص 2 س سوري ناقص 3 ص، يبقى الإجابة بتاعتي 2 س ناقص 3 ص. خلاص يا باشمهندس. رقم 3 دي 2 س ودي سالب 9 س، هنعملهم مع بعض هنحطهم في قوس، يبقى 2 س ناقص 9 س. بعد كده الزائد قلت لك اكتبها على طول ما تقلقش، حطه بإشاراته يبقى سالب 4 ص ناقص 3 ص، هقول له بيساوي دي س ودي س. خلاص تمام، إشارة الكبير سالب بنقلها واطرح الأرقام، 9 ناقص 2 يبقى 7، وانقل الرمز زي ما هو يبقى س. هنا الزائد ما يشغلكش، افتح قوس، الإشارتين سالب بنقل الإشارة واجمع الأرقام، 4 و 3 7 وهنا الص بيساوي. خلاص موجب مع سالب يا باشمهندس قلنا بتحول لسالب، يبقى دي سالب 7 س ناقص 7 ص، يبقى الإجابة بتاعتي سالب 7 س ناقص 7 ص يا باشمهندس. خلاص فيها حاجة صعبة بإذن الله مفيش فيها، تعال نشوف اللي بعدها. رقم 4 تعال نحدد اللي شبه بعضه، عندي 19 م وعندي 11 م، يبقى يا باشمهندس أقول له 19 م زائد 11 م، حطهم في قوس يا باشمهندس بعد اذنك. زائد بص بقى عندي سالب 4 ن ومعايا كمان سالب 17 ن ومعايا كمان 9 ن، المهم ان هما شبه بعض. هنا 19 و11 هجمعهم هتديني 30، يبقى 30 م زائد وافتح قوس سالب مع سالب يديني اهو، هنكتبها لك هنا سالب، اجمع الارقام 4 و17 يبقى 21 ن، الرمز مره واحده، وبعد كده هنجمعها على 9 ن، انا عملتها في خطوتين، يبقى دي 30 م زي ما هي. زائد سالب مع موجب اشاره الكبير سالب 21 ناقص 9 اطرح الارقام هيديني كام يا باشمهندس؟ هيديلي 12، وادي ن. موجب مع سالب قلنا بيدينا سالب، يبقى 30 م
ناقص 12 نون هو الناتج النهائي بتاعي يا باشمهندس. خلاص كده خلصنا الجزء ده من الأسئلة، تعال نشوف اللي بعده. رقم 5 بنفس الطريقة، عندي 2 ألف، عندي سالب 5 ألف، عندي سالب ألف، يبقى التلاتة دول مع بعض يبقى 2 ألف ناقص 5 ألف ناقص الألف زائد، معايا 7 ومعايا سالب 4، ما أرقام مفيش مشكلة الأرقام شبه بعضها. هنعمل دي 2 ناقص 5 إشارة الكبير سالب، 5 ناقص 2 يبقى 3، ونظر الرمز زي ما هو وفاضل معايا سالب ألف، أنا بعملها لك على خطوتين أهو، زائد 7 ناقص 4 يبقى 3. تمام، هنا الاتنين سالب هنقل السالب واجمع الأرقام، 3 ومعايا 1 يبقى سالب 4 ألف والزائد 3 زي ما هي، يبقى الإجابة بتاعتي سالب 4 ألف زائد 3. اللي بعدها 5 ألف أهي سالب 8 ألف، موجب 3 ألف هيروح مع بعض، يبقى 5 ألف ناقص 8 ألف زائد 3 ألف، حلو قوي يا باشمهندس، زائد حط لي الباقي مع بعض 2 باء ناقص 7 باء. تمام، يلا بينا يا باشمهندس، 5 زائد 3 هنجمع الموجب مع بعضه يبقى 8 ألف، ودي سالب 8 ألف زائد 2 باء ناقص 7 باء، إشارة الكبير سالب أنزلها، 7 ناقص 2 5 واكتب الباء مرة واحدة، 8 ألف ناقص 8 ألف قلنا عدده معكوسه يبقى بيساوي صفر، يبقى ده بيساوي صفر، موجب مع سالب يبقى سالب، ودي 5 باء، صفر ناقص 5 باء يبقى سالب 5 باء، يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس هي سالب 5 باء. خلاص اللي بعدها دي 2 ص، دي سالب 7 ص، دي سالب ص، تعال نجمعهم بقى يلا، 2 ص ناقص 7 ص ناقص الص، تعال نجمع السين، زائد سالب 3 س سالب 5 س زائد السين. تمام، ده سالب وسالب، تعال نعمله مع بعض، يبقى 2 ص، الاثنين سالب انقل السالب واجمع الارقام، 7 و1 يبقى 8 ص، زائد تعالى برضو هنا ده سالب وده سالب انقل السالب اجمع الارقام، 3 و5 يبقى 8 س، ومعايا موجب س، انا بعملها خطوه خطوه اهو. تمام، هنا إشارة الكبير سالب نزلها، اطرح الأرقام، 8 ناقص 2 يبقى 6 يبقى سالب 6 ص، زائد إشارة الكبير سالب نزلها، 8 ناقص 1 يبقى 7 يبقى 7 س بيساوي، دي سالب 6 ص زي ما هي، موجب مع سالب يبقى سالب، يبقى سالب 7 س، يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس سالب 6 ص ناقص 7 س هي الإجابة النهائية بتاعتي. خلاص يا باشمهندس فيها حاجة صعبة بإذن الله مفيش، تعال نشوف رقم 8. رقم 8 برضو هنحدد اللي هنتعامل معاه، هذا 4 ألف 5 ألف سالب 3 ألف، يلا بينا، 4 ألف زائد 5 ألف ناقص 3 ألف زائد الباء 9 باء ناقص 2 باء زائد 6 باء، يلا بينا هنجمع الموجب مع الموجب 4 و5 9 ونزل الألف مرة واحدة وفاضل سالب 3 ألف، عملناها كتير بقى، زائد اجمع الموجب مع الموجب 9 و6 يبقى 15، نزل الباء مرة واحدة وفاضل 2 باء، هنا يا باشمهندس 9 ناقص 3 يبقى 6 ألف، زائد 15 ناقص 2 يبقى 13، ونزل الباء مرة واحدة، يبقى الإجابة بتاعتي 6 ألف زائد 13 باء، وبكده يا باشمهندس يبقى خلصت السؤال بتاعك. خلاص شايف صعوبة في اللي احنا بنعمله، الموضوع محتاج تدريب ومحتاج تحل بإيدك عشان متغلطش فيه. تعال نخش على السؤال رقم 8. السؤال رقم 8 شبه السؤال اللي فوق بالظبط، بس هيبدأ يدخل لك الرموز بالأسس، فركز بقى معايا. دي 5 س هجمعها مع سالب 6 س، يا باشمهندس ده في س تربيع، هو احنا قلنا ينفع نجمع الس مع الس تربيع؟ ما احنا قلنا نفس الأس. بعد كده هجمع دول مع بعض، سالب 3 س تربيع وسالب 7 س تربيع، وهيفضل لي في الآخر الأربعة مع السالب 1، يبقى ده هيطلع لي 3 أنواع يا باشمهندس، فركز معايا، يلا بينا بقى، تعالى نفتح قوس، حط الـ 5 س ناقص الـ 6 س شبه بعض، زائد سالب 3 س تربيع سالب 7 س تربيع، زائد خلي بالك ما خلصتش، 4 ناقص 1، يبقى أنا كده عملت إيه؟ حطيت كل اللي شبه بعضه في قوس، يلا. 5 ناقص 6 إشارة الكبير سالب، 6 ناقص 5 1 وهنقل الرمز مرة واحدة يبقى سالب س، زائد ما يشغلكش افتح قوس، سالب مع سالب يديك سالب، اجمع الأرقام 3 و7 يبقى 10، انقل الرمز مرة واحدة يبقى سالب 10 س تربيع، زائد
أربعة ناقص واحد يبقى تلاتة، تعالى نظبطها، يبقى سالب س موجب مع سالب هيديني سالب، يبقى سالب 10 س تربيع زائد 3. يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس هي إيه؟ سالب س سالب 10 س تربيع زائد 3. في ناس بتقول لك أنا بحب أرتبها من الأسس الكبيرة للأسس الصغيرة، عندهم حق مفيش مشكلة، أنا ممكن تكتب دي سالب 10 س تربيع ناقص الس زائد 3. طب لو أنا كتبتها كده يا باشمهندس صح، ولو كتبتها كده صح ومش هينقصوك عليها في الامتحان ما تقلقش. ده بالنسبة للسؤال الأول، تعالى بقى نشوف السؤال التاني. ركز بقى معايا فيه. دي 6 س تربيع ص، فين اللي فيها س تربيع وص؟ دي س دي س دي س تربيع ص أهي يا باشمهندس. يبقى أنا هاخد الاتنين دول مع بعض مبدئيا. طب تعالى كده ناخدهم 6 س تربيع ص ناقص 5 س تربيع ص زائد دي س وص تربيع، تمام. دي يا باشمهندس س وص تربيع، ودي برضه س وص تربيع، ده دي س تربيع ص تربيع، يبقى انا هاخد ده شبه بعضه، يبقى زائد سالب 3 س ص تربيع زائد 2 س ص تربيع لانه شبه بعض، زائد فاضل ايه يا باشمهندس؟ فاضل حاجه واحده بس اللي هي 2 س تربيع ص تربيع، دي ملهاش زي، يبقى هنزلها زي ما هي، مش هجمع معاها حاجه يا باشمهندس. خلاص يلا بينا. 6 ناقص 5 يبقى 1، مش هكتبه، هنزل رموز مره واحده، يبقى س تربيع ص زائد هنا سالب 3 وموجب 2 اشاره الكبير سالب، 3 ناقص 2 1 مش هكتبه، يبقى س ص تربيع زائد دي ما فيش زيها، يبقى 2 س تربيع ص تربيع. ده يا باشمهندس يبقى س تربيع ص موجب مع سالب سالب، يبقى سالب س ص تربيع زائد 2 س تربيع ص تربيع. يبقى انا كده يا باشمهندس حليت المساله بتاعتي. خلاص فيها اي مشكله؟ الموضوع سهل وبسيط جدا، لازم ان انت تتعود تحل بايدك، قلت لك كتير اهو عشان ما تغلطش باذن الله. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس رقم 3، يلا بينا. ألف تربيع اهي وألف تربيع اهي، تعال ناخدهم مع بعض عشان ما نغلطش. يبقى ألف تربيع زائد 3 ألف تربيع، حلو قوي. معايا موجب 4 ألف وسالب 6 ألف، هاخدهم مع بعض برضو، موجب 4 ألف ناقص 6 ألف، فضل الأرقام زائد سالب 5 زائد 1. خلاص كده أنا ظبطت مسألتي. يلا الألف تربيع وده ألف تربيع، دي كأن قدامها 1 1 و3 يبقى 4، وانقل الرمز مرة واحدة، زائد هنا 4 ألف ناقص 6 ألف، إشارة الكبير سالب، اطرح الأرقام 6 ناقص 4 2، انقل الألف مرة واحدة، زائد إشارة الكبير سالب، اطرح الأرقام 5 ناقص 1 يبقى 4. تعال نظبطها بقى، يبقى 4 ألف تربيع موجب مع سالب يديني سالب، يبقى سالب 2 ألف موجب مع سالب يديني سالب، يبقى سالب 4. يبقى الناتج النهائي بتاعي 4 ألف تربيع ناقص 2 ألف ناقص 4. خلاص يا باشمهندس مش فيها حاجة صعبة. اللي بعدها أدي 5 س تربيع مع س تربيع، في شبههم تاني؟ لا، تعال نكتبهم، يبقى 5 س تربيع زائد السين تربيع، حلو قوي يا باشمهندس، اقفل القوس، زائد معايا هنا سالب 2 س وسالب 7 س، تمام، سالب 2 س وسالب 7 س، فاضل الأرقام يا باشمهندس، موجب 8 ناقص 3، حلو قوي. 5 ومعايا هنا 1 يبقى 6، وانقل الرمز مرة واحدة، يبقى 6 س تربيع، زائد افتح قوس، سالب مع سالب يديني سالب، اجمع الأرقام 2 و7 9 وحط السين، زائد 8 ناقص 3 يبقى 5. تمام، تعال نظبطها، يبقى 6 س تربيع موجب مع سالب سالب، يبقى سالب 9 س زائد 5. يبقى الاجابه بتاعتي 6 س تربيع ناقص 9 س زائد 5 يا باشمهندس، ويبقى كده المساله بتاعتك خلصت. خلاص يا باشمهندس بكده يبقى خلصنا السؤال الثامن بالكامل. تعال نخش على السؤال رقم 9. طيب بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 9 تطبيقات، بيقول لي اكتب كل من المقادير الجبريه التي تعبر عن مجموع مساحات المستطيلات الاتيه. يبقى الرقم اللي هو جايبه له جوه ده، ده مساحه المستطيل وده مساحه مستطيل، تمام. هو بيقول لي ايه؟ مجموع يعني اجمع يا باشمهندس. يلا بينا. اول مستطيل مساحته 3 س يبقى 3 س، ثاني مستطيل مساحته 1 يبقى زائد 1 زائد، ثالث مستطيل 3 س تربيع زائد، رابع مستطيل اللي هو الس، قلنا هنجمع اللي شبه بعضه مع بعضه، يبقى 3 س مع الس زائد الواحد مفيش زيه زائد التلاتة س تربيع مفيش زيها. قلت لك يعني يفضل تكتب اللي هو أسه كبير الأول، عادي جدا، يبقى تلاتة س تربيع
3 زائد 1 يبقى 4، وانقل الرمز مرة واحدة يبقى 4 س يبقى زائد 1. يبقى الشكل الأولاني ده عبارة عن 3 س تربيع زائد 4 س زائد 1. بس كده يا باشمهندس، بس كده ومسألتك خلصت. اللي بعدها بنفس الطريقة، دي 2 س تربيع هكتبها، يبقى 2 س تربيع زائد الشكل الثاني س زائد الثالث 4 س زائد الأخير 2. يلا بينا، أدي الاتنين س تربيع دول شبه بعض، هجمعهم دي 1 وده 4 يبقى 5 س، والأخير موجب 2، يبقى الإجابة بتاعتي 2 س تربيع زائد 5 س زائد الاتنين، ويبقى كده خلصت المسألة بتاعتي. اللي بعدها يا باشمهندس، 5 س تربيع التاني 2 س، التالت 15 س، الرابع 6. 5 س تربيع ما فيش زيها، نزلها زي ما هي، دول يتجمعوا 2 و15 17، ونزل الس زي ما هي زائد 6، يبقى الإجابة بتاعتي 15 سوري 5 س تربيع زائد 17 س زائد 6. خلاص يا باشمهندس، بس كده، بس كده ومسألتك خلصت. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن محيط الجزء المظلل في كل مما ياتي. خلي بالك من موضوع المحيط ده، قلنا المحيط بتاعنا عبارة عن طول البرواز اللي بره، الخط اللي بره. طب تعالى كده نشوف ايه اللي ناقص يا باشمهندس، يلا بينا نشوف. دي س ودي س ودي 5، تمام. طب مش دي س، يبقى اللي قصادها هنا ايه يا باشمهندس؟ س، يبقى دي س. دي 3، يبقى الخط اللي قصادها ده برضو كام؟ 3. اللي فوق دي س، يبقى الخط اللي تحت ده اللي قصادها ايه؟ س. دي 5، يبقى الخط اللي قصادها تحت كام؟ 5. يبقى انت يا باشمهندس كل اللي هتعمله، انت عايز المحيط هتجمع، تيجي كده نشوف هما كام س؟ 1 2 3 4، يبقى هما كام س؟ 4 س. فكل اللي هعمله هقول له والله يبقى 4 س زائد، تعالى نجمع الارقام بقى، 5 و5 10 و3 و3 6، يبقى 10 و6 يبقى كام؟ 16. يبقى الحد بتاعي 4 س زائد 16. خلاص يا باشمهندس، بس كده، بس كده ومسألتك خلصت. تعال نشوف اللي بعدها. دي س، يبقى اللي قصادها زي ما انا علمتك فوق، يبقى اللي قصادها تحت س برضو. دي 2، يبقى اللي قصادها تحت 2. دي 3، يبقى اللي قصادها هنا 3. دي ص، يبقى اللي قصادها هنا ص. هنجمع بقى اللي شبه بعضه، يلا س وس يبقى 2 س زائد ص وص يبقى 2 ص زائد 3 و 3 6 و 2 و 2 4 يبقى 6 و 4 يبقى 10. يبقى الإجابة بتاعتي 2 س زائد 2 ص زائد 10، وهنا طلعناها 4 س زائد 16. خلاص، تعال نشوف اللي بعدها. اللي فوق دي س يا باشمهندس، يبقى اللي تحت هنا س. اللي فوق دي ص، يبقى اللي قصادها دي ص. اللي في الجنب دي ص، يبقى اللي قصادها الناحية التانية دي ص. دي نص س، يبقى اللي قصادها في الجنب ده نص س، تمام. تعالى نجمع السينات مع بعضها، نص ونص يبقى 1، يبقى 1 س، ومعايا س كمان يبقى 2، ومعايا س كمان يبقى 3، يبقى 3 س زائد معايا كام ص؟ 1 2 3 4، يبقى 4 ص. في ارقام يا باشمهندس؟ لا. يبقى الاجابه بتاعتي 3 س زائد 4 ص. خلاص يا باشمهندس، وبكده يبقى خلصت المساله بتاعتك، مساله سهله وبسيطة جدا جدا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال رقم 11، بيقول لي مربع طول ضلع س، اللي هو المربع اللي تحت ده، احنا عارفين ان اطوال اضلاع المربع قد بعض، طالما دي س يبقى دي س، واللي فوق دي س، واللي تحت س، لان الاطوال قد بعض. بيقول لي سنتي قطع من مربع طوله 4 سنتي، تمام. تمام يا باشمهندس، ده 4، يبقى طول ضلع المربع ده كله كام؟ الكبير ده 4، واللي تحت ده كله كام برضو؟ 4، واللي في الجنب برضو 4. بيقول لي اوجد محيط الجزء المتبقي. ركز بقى معايا في المسألة دي، انا دلوقتي يا باشمهندس معايا ايه؟ انا معايا ان دي كلها 4، شلت منها س اللي هو المربع اللي تحت، مش هو عايز محيط الجزء المتبقي اللي هو المفرغ ده؟ طب ما دي 4، لما اشيل منها الس يبقى هتبقى 4 ناقص س اللي هي الحتة دي كده يا باشمهندس اهي، عشان لما ازود عليها س يبقى س وسالب س هيروحوا مع بعض يفضل لي 4. طب ما تحت يا باشمهندس برضه هيبقى نفس الوضع، دي 4 انا خدت منها س، يبقى الحته دي 4 ناقص س اللي هي الحته اللي في الجنب دي.
طب الضلع اللي فوق ده انا خدت منه حاجه؟ لا 4. طب الضلع اللي انا تحت ده خدت منه حاجه؟ لا يبقى 4. يبقى عشان يا باشمهندس اجيب محيط الجزء المتبقي اللي هو ده، ركز بقى معايا فيه. قلنا اي محيط اي شكل هو عباره عن مجموع الضلع اللي بره او البرباز اللي بره. يلا بقى نجمع يا باشمهندس، تعالى نمشي كده من فوق. ادي 4 زائد الضلع ده جبناه 4 ناقص س. حلو، الضلع اللي في الجنب ده ما هو تبعه هو س، يبقى زائد س. طب ما الضلع اللي نازل ده برضو تبعه، يبقى زائد س. بعد كده الضلع اللي في الجنب ده قلنا 4 ناقص س. بعد كده الضلع اللي واقف ده اللي هو 4. خلاص يلا بينا. السالب س هيروح مع موجب س، ومعايا سالب س كمان هتروح مع موجب س كمان، يبقى فضل الارقام، يبقى 4 و4 8 و4 و4 8 8 و8 يبقى كام يا باشمهندس؟ يبقى 16. يبقى محيط الجزء اللي فاضل ده هو 16 سنتيمتر يا باشمهندس. خلاص يا رب تكون فهمتها، مساله سهله جدا جدا. السؤال اللي بعده بيقول لي اسئله المتفوقين، اذا كان الحدان الجبريان هكتبهم لك هنا بعد اذنك، 2 ألف تربيع باء السنون زائد 2، والحد الثاني 5 ألف تربيع باء أس 5. بيقول لي إن هما مالهم متشابهين، فإن النون بكام؟ طالما أنتوا متشابهين سيبك من المعامل، دي ألف تربيع يبقى لازم دي ألف تربيع، دي باء أس 5 يبقى لازم الباء دي أس 5، يبقى لازم ده 5 يبقى لازم اللي فوق ده 5، يبقى نون زائد 2 غصب عني وعنك لازم تبقى كام؟ 5 يا باشمهندس. هودي الموجب 2 دي الناحية التانية هتبقى سالب 2، يبقى النون هتساوي 5 ناقص 2 تساوي 3، فإن النون هنا هتساوي كام؟ بتساوي 3. خلاص؟ سهلة؟ تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لي إذا كان الحدان الجبريان 9 س أس م ص أس م زائد نون و 4 س ص أس 3 متشابهان، فإن م بكام ونون بكام؟ بنفس الطريقة، وتكسبك من المعامل. دي س كأن عليها واحد، يبقى لازم هنا السين عليها واحد، يبقى الميم دي لازم تبقى كام؟ بواحد. يبقى احنا كده جبنا الميم أول حاجة، لازم إن الميم بتاعتي تكون بواحد. تعال نجيب النون. طب مش الصاد دي احنا جبنا الميم بواحد، يعني الصاد دي كأنها واحد زائد نون. طب ما الصاد اللي هنا اللي هي صاد أس 3، يبقى لازم واحد زائد نون يساوي 3. الواحد ده هيروح الناحية التانية بإشارة مختلفة يبقى سالب، يبقى النون هتساوي 3 ناقص 1 بيساوي 2، يبقى نون بتساوي كام؟ 2. خلاص يا باشمهندس. اللي بعده بيقول لي إذا كان 3 س أس م، 3 س أس م زائد 7 س أس ن، 7 س أس ن بيساوي 10 س أس 6، حيث س لا تساوي صفر، فإن م زائد ن بيساوي كام؟ ركز بقى معايا. هو أنا يا باشمهندس قلنا قاعدة مهمة، أنا عشان أجمع أي حدين مش لازم السين هي السين، ولازم الأس هو الأس، وكنت باخد الأس مرة واحدة. أيوة، طالما الأس هنا 6 يبقى كأن المسألة بتاعتي هي 3 سين أس 6 لازم، زائد 7 سين أس 6 بيساوي 3 و7 10، وبنقل الرمز مرة واحدة يبقى سين أس 6. يبقى أنا كده يا باشمهندس جبت الميم بكام؟ الميم ب6، وجبت النون بكام؟ النون ب6. فبيقول لي ميم زائد نون يبقى 6 زائد 6 بيساوي 12. يبقى الإجابة بتاعتي ميم زائد نون لازم تساوي كام؟ 12 يا باشمهندس. خلاص؟ تمام؟ بكده يا باشمهندس يبقى خلصنا الجزء ده من الأسئلة اللي هو الحدود الجبرية المتشابهة. الدرس الجاي جمع المقادير الجبرية هيبدأ بقى يخش على مقدار وإزاي بجمعه، درس سهل جدا جدا. فبإذن الله الدرس الجاي هنحل برضو على جمع المقادير، وبعد كده ممكن نرجع للهندسة. الهندسة اللي سألنا فيها 3 دروس بس، عندنا التطابق والتوازي والإنشاءات، وكده يبقى الهندسة بتاعتنا خلصت. هنشد في الجبر شوية هو والإحصاء عشان نخلصهم بإذن الله، وبعد كده هنخش على الهندسة بأمر الله. أتمنى أن أنا أكون قدرت أفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. هو ده دوري اللي أنا عايز أعمله معاك. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة، فعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أشوفكم على خير الفيديو الجاي بإذن الله. كان معاك مهندس حسام من قناة حسام ميرا رياضيات، وشكراً.